ورحمة الله وبركاته. مايكروسوفت راح تنزلها على المحرك البحث بينج، نزلها ان انت تقدر تعمل كرييت للصور من خلال الكتابة. يعني هتكتب مثلا elephant where مثلا sweet وتقول له كرييت، يبدأ يكون لك الصور. تمام، في صور كتيرة اتعملت في خلال النهاردة بسبب الفكرة الجميلة ديت. دلوقتي محرك بينج خلاص بيغنيك عن أكتر من موقع من المواقع القوية، وفي إن أنت تعمل هاي الصور هيت. تمام، دي الأفكار، وتقدر أي صورة فيهم تكبرها، وتقدر إن أنت تعمل لها شير، تقدر إن أنت تعمل لها داونلود، تعمل فيدباك رأيك في الصور ديت. فدلوقتي محرك البحث بينج خلاص بقى ليه شعبية جامدة جدا يعني. تمام، ودي أفكار ممكن أي صورة فيهم تعجبك تقف عليها، وتعرف الكلام اللي استخدم عشان يعمل لنا الصورة ديت، وتقدر تعملها شير أو تقدر تعملها داونلود. مبروك لمايكروسوفت.